مبروك يا رب. الله يبارك فيك. مبروك يا صاحبي، خلي بالك من اخوي، ده هيكون في عينيا يا ابني. وانت كمان هتكوني في عينيا والله. خير يا حسين، مش رايح تبارك لرؤوف؟ خلاص رؤوف هيتجوز سوا. ما الفرح قدامك اهو. كان لسه عندي امل. اعتقد ان الامل ده خلاص انتهى. تعال يا حسين وارجع لبيتك ومراتك وابنك صفوت، لازم تنسى سوا. مش ممكن، مستحيل، مفيش اي قوة في الدنيا تقدر تاخد مني سوا. الظاهر انك متقل في الشوربة حبتين. اللي هياخد مني سوا هقتله، هقتله. والله العظيم انت مجنون، مجنون. ليه ما يكونوش بيحسدوني انا؟ صديق العزيز، زوجة صديق العزيز، اخت صديق العزيز، اسمحوا لي ان اهنئ نفسي بعقد قرانكما، ولكني كنت اود. قول لي قبل انت ايه اللي اخرك كده يا ابراهيم؟ مرات يا سيدي ما حبكش انها تولد الا وانا جاي لكم. الف مبروك. وجابت ايه؟ عادل. الف مبروك. طب الجدع انت واعمل زي وهات ولد. لا يا سيدي انا عايزه بنت. طبعا ما هي ضمنت العريس. تسمعي يا سهى هانم، اخطب بنتك لابني عادل؟ لا، اجوز بنتي لابنك؟ ده انا كنت موت نفسي. مالك يا ابراهيم؟ قلقان شويه. ليه؟ في ايه؟ خايف لا تصيبنا عين. انا جبت ولد وانت هتتجوز وتريح دماغي. يا ساتر، قد كده كان تعبك؟ كان طول النهار ملوش سيره غير سهى. سهى شفتها النهارده، سهى ضحكت لي، سهى ما كلمتنيش في التليفون، سهى اتاخرت عن الميعاد 5 دقايق. انا بحبها ابراهيم، بحبها وما اقدرش استغنى عنها. رؤوف، ممكن اتكلم معاك على انفراد؟ شايف يا ستي، عايز نقوم من جنبك عشان اقعد مطرحي، لكن ده بعدك. تعال اتفضل. حسين الشرباجي. ماله؟ اصل وانا جاي قابلته وكان سكران ولخبط معايا في الكلام. لخبط يعني ايه؟ يعني زي ما تقول بيهدد. بيهددك انت؟ ويهددني انا ليه؟ وانا اللي هتجوز سهى؟ ده ولد طايش، ما تاخدش على كلامه. رؤوف، انا قلبي مش مطمن. انسى الموضوع ده خالص. We'll be right back.
عندهمش دم. مش تستنوا لما نفتح البوفيه؟ سهر سهر دكتور دكتور يا جماعه عامل معروف سهر 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 حبيبتي سهر الغدا جاهز يا رؤوف. انا عامله لك اكل في منتهى الحلاوه، بس دوق والنبي. عم امين مستغرب، ما كانش يعرف ان انا طباخه شاطره بالشكل ده. بصراحه انا بقالي 29 سنه طباخ، محدش غلبني الا ست فوقيه. اول ما وقفت معايا في المطبخ حسيت ان انا عيل صغير ولسه بتعلم. يعيش المعلم ويتعلم. اهلا استاذ ابراهيم. اتاخرت كده ليه؟ المواصلات. تصوروا عديت كوبري قصر النيل في 3 ساعات. اصل كان في حفله عرض سيارات من 10 لواحدة، يبقى منظر ظريف جدا واحنا داخلين اول الكوبري الساعة 10 وخارجين من اخره الساعة 1. وازاي عادل؟ بومب. عم امين. نعم يا استاذ ابراهيم. انت اتصلحت واتنجرت قوي. اشمعنى يعني؟ الاكل بتاعك طعم. خلو خلو. الكلام الحلو ده للست فوقية هانم، هي اللي عملت الاكل. يا بختك يا سي رؤوف، يا بختك. عين عليا انا، ماليش اخوات بنات. ورب اخت لم تلدها امي تطبخ لي وتضع اللقمه في فمي. اذا جعت شمرت عن ساعديها وقالت: قل يا اخي يا ابن ابي وامي. قل يا اخي يا ابن ابي وامي. عم امين. نعم. اعمل لها 2 قهوه وهاتهم في الصالون. حاضر.
أنا جايب لك معايا أخبار مدهشة. توكيل الشركة الألمانية بعتولي جواب إنهم موافقين، والعمولة فوق ما تتصور. مبروك. بس يا حلو، من بكرة تواظب على مواعيد المكتب. مش قادر يا إبراهيم، مش قادر. أنت لو كنت موظف حكومة كان زمانهم رفدوك. ارفدني يا سيدي. هو أنا أقدر؟ معاش اللي يرفدك. بس نفسي ترجع لطبيعتك وتنسى اللي فات. صورتها ما بتفرقش يا خيالي، كأنها بتحاسبني أنا المسؤول عن موتها. الرصاصة كانت ليه أنا. أنت مالكش ذنب. كان لازم أقتله عشان أرتاح. كفاية أنا ربنا انتقم لك ومات أبشع موتة. مش قادر أنسى، مش قادر، مش قادر أنسى. يا رؤوف، الإنسان أقوى مخلوقات الله. طلعنا القمر، هدينا الجبال، لكن في حاجة ما نقدرش عليها، الموت. يا ريت كان بإيدينا، ما كانش فريقنا أعز الناس لينا. تعال تعال بص، تعال. اسمها ولاء، يتيمة، أهلها ماتوا في الحرب في بورسعيد، ملهاش حد في الدنيا، لا قريب ولا معارف. جابها لي الشيخ مختار علشان أربيها. أول ما شفتها قلبي داب، حسيت إني مش ممكن أفرط فيها، لكن مين هيرعيها؟ إيه المانع إنك تتبنى البنت دي؟ فكرة مدهشة يا رؤوف، مش كده؟ تفتكر حالتي تسمح لي إن أنا أشوف بنت رايحة جاية قدامي؟ دي ظريفة جدا، أنا هخليها تطلع وتتكلم معاها، تأكد إنك هتحبها جدا، وما تنساش إن سهى كان أمنيتها يبقى لها بنت. ولاء، تعالي يا أنسة ولاء، تعالي. مين البنت الأمورة دي؟ بنت أخوكي. أخويا؟ أه؟ أخويا مين؟ رؤوف. إيه رأيك يا ولاء؟ تقعدي هنا لغاية ماما وبابا ما يرجعوا من السفر، ها؟ تسمح لها؟ سمعينا يا ولاء. لا سي صوت. اه برافو برافو يا ولاء. شايف يا استاذ؟ منك الرهان عمري. دي بقى عايزه تفكير. اسعارك؟ يا ريت. فستان يا بابا، ده الدولاب فوق مليان فساتين. شنطه؟ ده انا بفكر اعمل معرض شنط. امال عايزه ايه؟ بصراحه مش عايزه حاجه. لا، انت باين عليكي عايزه هديه غاليه قوي. بصراحه ايوه. ايه هي؟ انت مش عيد ميلادك يوم الخميس الجاي؟ ايوه. وطبعا هتجيب لي هديه. انا؟ طبعا زي كل سنه. والهديه دي بقى حضرتك اللي هتختاريها بدون شك. واخترت ايه؟ بصراحه يعني هي هديه متواضعه قوي. ايه هي؟ عربيه. ايه؟ عربيه؟ عربيه بابا. حسبي بس، حسبي، حدوسيني يلا. طيب هتعملي ايه بالعربيه؟ ما انا كل يوم بوصلك وبجيبك من المعهد، وعمري ما اتأخرت عن أي مشوار تحب تروحيه. يا بابا أنا ضميري بيعذبني علشان بعطلك عن شغلك. لا يا شيخ، أنت بقى تروحي تقولي لضميرك يستريح، أنا مبسوط كده. بس أنا مش مبسوطة كده، أنا نفسي يكون عندي عربية. أنا شايف إن ملاش لزوم. كده؟
طب خلاص مدام مش عايز بلاش. انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب. انت عارفه معزيتك عندي قد ايه. يعني موافق؟ موافق يا حبيبي يا بابا اهو كده. لا ايه العواطف دي كلها؟ الله اهلا يا ام ابراهيم. ايه يا ابني الشاكه دي كلها؟ اول مره يخرج اجازه من الكليه صمم انه يجي لعمه عشان يوريله البدله. مبروك يا عادل. متشكر يا عم. لكن قول لي ايه البوس اللي على ودنه ده؟ اسال يا سيدي. بابا حبيبي هيجيب لي عربيه بمناسبه عيد ميلاده. احنا لازم نعينك مديره للشركه بتاعتنا. انت الوحيده اللي تقدر تقنع رؤوف. قوي قوي. انا ما عنديش مانع امسك لكم المكتب بس بعد عيد الميلاد. ما تتكلم يا ابني ما تقول حاجه. قول. كل سنه وانت طيبه ولاء وعبال ما اشوفك عروسه. لسه بدري. ايوه كده ما شاء الله على النصاحه. ايه رايك في دور شطرنج؟ اه واتحمر زي كل مره. انت كل مره بتغلبني يا اخي. تعال تعال تعال. تعالى بقى هسمعك حتة مزيكا تجنن. ولاء كبرت ملت عليا حياتي مش عارف من غيرها كنت حاضر اعيش ازاي. ربنا يخليها لك. هو ما بيتحركش ليه؟ هو مين؟ الحمار. ها؟ قصدي الحصان. حصان. احركهولك يا سيدي. كش. ها؟ ايه رأيك؟ ايه يا استاذ؟ سرحان في ايه؟ لا اصل في قطة خربشتني وانا جاي ومدوخاني. لازم ما عرفتش تعملها كويس. مش عارف اعملها خالص. طب سيبك بقى من القطه وهسمعك تاني. لو ابو الهول نطق هو مش هينطق. انت بتتكلم على مين؟ الفيل مش قادر يتنفس. ما انا زنقه لو جبته كده هجيله كده. العب. مع السلامة نوال. هي حصلت تبصي قدام المعهد مش خايفة؟ وخايف من مين؟ العميدة تشوف بترفدك لسوء الأخلاق. يا بنت خليكي ناصحة يوصلك على النص. يا مش حين عينك يوصلك لحد هنا وتبصي كمان. انتي بتتكلمي عن مين بالظبط؟ الحليوة اللي بيوصلك كل يوم. يا عبيطة ده بابا. هو اسم بابا اليومين دول؟ لا اسمه غلبة. حاجة غلبوية. صباح الخير. صباح الخير. مندوب الوكالة ما جاش؟ اتصل بستك وقال انه هيتصل تاني. الأستاذ رؤوف جوه؟ أيوه يا فندم. أهلاً إبراهيم. أهلاً بيك. مندوب الوكالة هيتكلم، فكر بسرعة، نوافق ولا نعصلك؟ هو فرق كبير بين الموافقة والعصلجة؟ طبعاً. الموافقة يعني لازم نقعد إحنا الاتنين نستنى المندوب عشان ياخد توقيعاتنا. والعصلجة معناها ان لازم واحد يزوغ والتاني يتحجج بيه. انا بقى اللي هزوغ. ما انت عارف لازم اروح المعهد عشان اجيب ولاء. لكن دي صفقة مهمة جدا. البركة فيك يا اخي. يا رؤوف ولاء مش صغيرة ممكن تروح لوحدها. وكمان لازم تديها شيء من الحرية. مش معقول تفضل طول عمرك كابس على نفسها بالشكل ده. هي اشتكت لك؟ لا. خلاص ما تحشرش نفسك في حاجة ما تفهمش فيها. خلاص محشوش نفسي محشوش نفسي. افندم اي خدمة؟ لا نسى ولا نقولها مين؟ رؤوف. وسيادتك تقابلها ايه؟ بابا. بابا متأكد؟ طبعا متأكد. دقيقة واحدة تفضل استريح في الصالون. دقيقة واحدة. ولاء ولاء ولاء. إيه؟ انا طالبه قرب منك.
في مين يا ترى؟ جوزيني باباكي. بتقولي ايه؟ بقول لك جوزيني باباكي لانتحر. وتنتحري ليه؟ هو فين؟ مستنيني. مستنيكي في الصالون. طيب تعالي هنا، رايحه فين؟ اتقالي يا عبيطه. مبروك يا بابا، انت اتخطبت. بتقول ايه؟ نوال صاحبتي خطبتك مني النهارده. تتصور يا بابا صاحبي مش مصدقين انك بابايا؟ للدرجه دي؟ واكتر. واضطريت النهارده اقول لهم خطبه. خطبه؟ اه. زميلاتي وزملائي، بما انكم جميعا اغبياء وتشكون في ان بابا هو مش بابا، فانا ادعوكم جميعا لحضور حفل عيد ميلاد بابا، والعقيبه عندكم في المسرات. يعني عزمت زمايلك؟ 20 طالب وطالبه. ده احنا هنسمعك تواشيح لما تشبع. امري لله، اتفضلي.
ليت الشباب يعود يوما فأخبره. بابا. بابا. نعم. لتالت مرة تقول بابا وأقول لك نعم. ما تنط. ما تتكلم، عايز تقول إيه؟ اتكلمت عن رؤوف. قال لي استنى شوية لغاية ما ولاء تخلص معهد. طب هشبكها أخطبها. اللي لازم تفهمه إن ولاء هي حياة عمك رؤوف. مش من السهولة إنه يديها لك كده أول ما تطلبها. يعني ايه؟ ما يعنيش ولا حاجة. انت برضو تتلحلح معاها شوية عشان هي ممكن تساعدنا. فاهم ولا تحب افهمك؟ فاهم يا بابا. الحمد لله، بفتكرك مش فاهم. اعمل ايه؟ تعالى بص، بص لنفسك. شاب وسيم هيتخرج ظابط قد الدنيا، مستقبله مضمون، بس ناقصه شوية ثقة في النفس. فاهم ولا تحب افهمك؟ والله باين عليك مش فاهم. يا بني آدم اتلحلح اتحرك، ما تبقاش زي ابو الهول وانت معاها. حسسها انك مهتم بيها وبتحبها. انا فعلا بحبها يا بابا، بس افهمها ازاي؟ انا هقولك ازاي. انت تروح لها بكرة وتعزمها. أعزمها؟ وعمي رؤوف؟ خليه علي أنا، أنا هحبسهولك في البيت. إيه اللي أنت عملته ده؟ يعني لو حد شافك وقال للبابا، أعمل أنا إيه؟ بصراحة أنا عازمك على الغدا. والمحفظة معاك ولا نسيتها؟ يعني ايه؟ اصلك كل مرة تعزمني وانا اللي ادفع. اخفى عليك. انا اسف يا ولاء، اصلي نسيت المحفظة. هي حصلت غير مرة واحدة؟ هتذليني بيها؟ مش يمكن تستحلاها؟ اطمني، المحفظة مليانة وعمرانة فلوس. ارجوكي، في كلام كتير لازم اقولهولك. ما انا قاعد وهو مستني يا اخي. انت قاعد؟ طب خليك قاعد. المندوب اتصل بيا وجاي لك حالا، ما تتحرك. يا كابتن. نعم. ندمان؟ على ايه؟ علشان عزمتني. وليه بتقولي كده؟ من ساعة فاتورة الحساب ما جت وانت قاعد مبوز وسرحان، مالك؟ ولاء،
ممكن نتكلم جد شويه؟ عارفه هتقول ايه. لازم تعرفي يا ولاء ان انا طالب في الكليه الحربيه وباخد مصروفي من بابا، وما كنتش متصور ابدا ان شهيتك مفتوحه للاكل بالشكل ده. مش كده؟ اما انت يا كابتن مش قد العزوم، بتعزم ولاد الناس الطيبين ليه؟ على العموم انا هدفع حسابي وبس، اما الباقي اخش اغسل البيت طباق والصحون. انا اذنك. ولاء. نعم. تتجوزيني؟ نعم. تتجوزيني؟ ايه؟ هو انت فاكر عشان عزمتني على غدوه تقوم تورطني في جوازه؟ ولاء انا بحبك وعايز اتجوزك، لكن انا بقى الحمد لله سليمه وبكامل قواي العقليه، ولا افكر في ارتكاب هذه الكريمه البشعه ابدا. لكن انا بحبك يا ولاء. عادل، احنا طول عمرنا اصحاب واخوات واحسن لنا نفضل كده. لكن يا عادل انت لسه ما اتخرجتش، ومين عارف لما تتخرج هيحصل ايه؟ يعني جايز تغيري رايك؟ جايز. يعني في امل؟ يلا. ايه يا كابتن؟ على فين؟ مش هتدفع الحساب؟ انا مش فاهم الراجل المجنون ده سابني ملطوع ساعة ونص ليه؟ يمكن في حاجة مع الطلاق. ولا كمان اتأخرت. ما انت عارف الخياطة ومواعيدها. الو، بقى ده اسمه كلام يا ابراهيم؟ ما جيتوش ليه؟ يا سيد الراجل كلمني واعتذر لي. انا اسف، يعني ممكن تتحرك. مع السلامة. ما تزعلش كده، ما دام قالت لك في امل يبقى خلاص في امل. يا بابا دي خلتني في حاله ياس. امال عايزها ترتمي في حضنك وتقول لك انا بحبك؟ يا عادل يا ابني اتعلم التقل صنعه. هي بتحبك، اسالنا انا. بوسي 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 بوسي. مرسي، انا اسفه، كنت فاكره مفيش حد هنا، اصل من مده طويله والفيلا مهجوره. هو حضرتك صفوه الشوربه دي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. صاحب الفيلا؟ ابن المرحوم صاحب الفيلا. بس دي دايما مقفوله وما فيهاش حد. الحقيقه انا باجي هنا مره كل شهر كل شهرين، وما فيش حاجه بتونسني الا القطه بتاعتك. طيب عن اذنك. ارجوكي افندم ما تحرمنيش اني اشوف القطه. حاضر. سعيد يا طن. اهلا يا حبيبتي. اتأخرت ليه يا ولاء؟ القطة يا سي بابا هي اللي عطلتني. لقيتيها فين؟ فضلت ماشية وراها لغاية لما عرفت هي بتزوغ مني فين. فين؟ بالفيلا المهجورة اللي جنبنا، فيلا الشرباجي. القطة دي مش لازم تفضل هنا أبدا. إيه؟ أمين أمين. أفندم سعادة البيه، خد القطة دي ارميها بعيد عننا، مش عايز أشوفها تاني. حاضر يا فندم. معلش يا بنتي، هاتيها، ما تزعليش. عمتي، هو زعلان من القطة ليه؟ معلش يا حبيبتي، تعالي. سببت لي مشاكل وخلت بابا زعل مني. ليه؟ هو بابا ما بيحبش القطط؟ ده طردها من البيت. عموما هي جات لي،
وانا رحبت بيها. نازله عندي معززه مكرمه، لكن دايما تسال عليكي، كان نفسها تشوفك. ولست ابني فين؟ الحقيقه هي قطه ظريفه، استلطفتها من اول نظره. تصوري هي اللي حببتني في الفيلا وخلتني ما افكرش ابيعها واعيش فيها. وابيعها ليه؟ خساره انك تبيعها، دي في موقع جميل جدا. ده انا كنت دايما بستعجب، هي ليه دايما مقفوله؟ عشان انا دايما مش موجود. وحضرتك بتشتغل ايه؟ ضابط في الجيش برتبه رائد، من يوم ما اتخرجت وانا على الجبهه. ياه. ومش حاسبها ابدا لغايه ما انتهر ارضنا. انت متفائل قوي. احنا عيب ربنا لازم نرفع راسنا مهما كانت بتنزف دم والم ومراره. يا ريت كل الناس زيك. انا واحد من الالوف اللي واقفين على الجبهه، كلنا عزم وتصميم اننا ما نفرطش في حبايه رمل واحده مهما كان الثمن. برافو يا كابتن، برافو. اه ده الكلام المظبوط. بكره تشوف انه هيتحقق. يا رب يجي بكره بسرعه. ما تستعجليش هانت. وانتي طالبه طبعا في المعهد العالي للموسيقى العربيه. برافو، باين عليكي فنانه. انا صحيح؟ ازاي؟ من مسكتك للكوريك تمام، كانك ماسكه خوص وبتعزفي على كده. يا ايه؟ ايه ده؟ يا خبر. ميرسي. ايه رايك؟ احنا لازم ندرس مصير القطه شويه. طيب اتفضل. شفتي بقى ان القطه قدمت لي خدمه كبيره؟ لولاها ما كنتش اتعرفت على اجمل واظرف وارق انسانه شفتها في حياتي. يا كابتن صفوت، احنا جايين نتكلم عن مصير القطه. اه الحقيقه هي مشكلتها عويصه، محتاجه لنقاش طويل. ما تيجي نقعد شويه ناخد شاي، الموضوع محتاج دردشه. معلش وقت تاني، اصلي عندي بروفة عشان حافظ المعهد. انت الخميس الجاي. يا خساره، اصلا انا مسافر الجبهه بعد الظهر، كان نفسي احضرها. انا اصلي من هواه الموسيقى والقطط. تسمح لي يا كابتن اوصلك لاقرب تاكسي؟ هتعبك. ده اقل شيء نقدمه لجنودنا على خط النار. اهو ده اللي احنا محتاجينه، انكم تثقوا فيه. الثقه موجوده يا كابتن، بس المهم تشد حيلكم معانا. اطمني، وصيتك دي هبلغها لزملائي على الجبهه، واتمنى ان اسمع عن نجاحك في الحفله. متشكر قوي. مش يلا بينا بقى؟ عزيزتي ولاء، أكتب لك من أرض البطولة، من جبهة القتال. نحن هنا نتطلع إلى يوم عظيم في سيناء الغالية، يوم نضرب فيه العدو ضربة الثأر لشهدائنا ولأرضنا الحبيبة. إن إيماننا بالله وبالوطن لا يدفعنا للتضحية بالروح والدم حتى يتحقق الحلم إلى نصر كبير إن شاء الله. ولا سأكتب لك مرة أخرى صفوت.
أكتب إليك بعد أن انتهت تدريباتنا اليومية الشاقة التي نعد فيها ليوم النصر. إن سعادتنا بالغة، لأن استعدادنا هذه المرة يختلف تماما عن كل المرات السابقة. نحن الآن أقوى وأقدر على المواجهة والضرب، ومع سعادتنا هذه شوق شديد لهذا اليوم. عندي أجازة لمدة 24 ساعة يوم الخميس، أتمنى أن نلتقي. خضتيني يا شقية. مشغولة ايه يا بابا؟ بجهز اوراق العملية الجديدة. ممكن اساعدك؟ تقدري تجيبي لي الرسومات اللي فوق؟ طبعا. ياه حرام عليك، دي عايزة سلم يا بابا. لا سلم ولا حاجة، اتفضلي. هتشيلني؟ يلا هوبا. الاتنين ولا واحد؟ الاثنين الاثنين. مش لاقياهم. يلا بقى يلا. بصراحة عايز افتح كده شوية. انزلي بقى بقى الشقاوة. يلا يلا. طب خليني كده شوية يا بابا. يلا. نفسي بقى اخلص دراسة ونسافر بقى يا بابا. ما احنا مسافرين يوم الخميس اسكندرية. ها؟ يوم الخميس؟ الله، احنا مش اتفقنا وقلت انك هتاخدي اجازة؟ يا خبر، شوف بقى حظي الوحش. ليه؟ تصور عندي امتحان يوم الخميس، طب انا اعمل ايه؟ خلاص بلاش اروح الامتحان. وده معقول برضو؟ بسيطة، ممكن اعيد السنة. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انت تروح امتحانك. وانت يا بابا؟ هسافر لوحدي، ولو اني كان يهمني انك تيجي معايا. معلش بقى، حظي كده، ولو اني هموت هتجنن على الكابوريا والجمبري. من حسن حظك عم امين عامل لي الجمبري النهارده. بتتكلم جد؟ عم امين، يا عم امين يا راجل يا عظيم يا بتاع الجمبري. بابا سوري يا بابا، عن اذنك. كم كنت أتمنى أن أكون إلى جوارك وأدي في الجبهة عملا أسجل فيه لنفسي فخر الخدمة لبلدي. كم كنت أتمنى أن أقف معكم على أرض المعارك حيث النار والدم، أدفع معكم ضريبة الوطن لأشارك في تحرير شهادة ميلاد مصر الجديدة يوم يتحقق النصر إن شاء الله. صفوت، أنا مشغول عليك قوي وبدعي لك من كل قلبي، وقلبي معاك. إن شعار الجنود هنا النصر أو الشهادة، وعندما تأتي ساعة الصفر ستبلغ فرحتنا قمتها، لأن إيماننا بالنصر أكيد.
مبروك يا حضرة الملازم. انت بتعيط يا بابا؟ من فرحتي يا ابني. الحمد لله اللي ربنا طول في عمري لحد ما شفت النجمة متعلقة على كتفك. الفضل ليك يا بابا. أنا النهاردة رسالتي كأب انتهت. قول بقى إنك بتعيط من الفرحة عشان هرحمك من المصروف. أنت من النهاردة مسؤول عن نفسك، تتصرف زي ما عجبك، لكن ما تنساش إن ليك صديق بيحبك وهيفرح لما تستشيره. ويا ترى مين الصديق ده يا بابا؟ أنا؟ إيه رأيك يا بابا لو نروح لعمي رؤوف عشان نفرحه بتخرجي؟ شوف بقى، الصداقة اللي بينا لازم تقوم على الصراحة. تقوم تقول لي إيه رأيك لما نروح لولاء وأفرحها بتخرجي؟ لا، ده أنت صديق متعب قوي. اطمن، أنا هتصل بعمك رؤوف. بس كنت مستني اليوم ده. ربنا يخليك ليا يا صديقي يا ولد. ولا افندم. كنت فين؟ في المعهد. كدابه، انا رحت لك المعهد مالكيش رحتي خالص. اصلي وصلت نوال بالعربيه لغايه مصر الجديده. هاتي مفتاح العربيه، مش هتركبيها بعد النهارده. انا حابة اوصلك وارجعك تاني. حاضر. مالكش حق يا رؤوف، ليه بتعملها كده؟ هي عملت ايه؟ مش عارفك ايه اللي عملته. تصدقي صحيح انها وصلت نوال مصر الجديده؟ مش يمكن؟ مش معقول يا رؤوف، انت بالطريقه دي هتخلي البنت تخبي عليك لو في حاجه. واحده في سنها من حقها تخرج وتقدر تحافظ على نفسها، هي مش صغيره. انت زعلانه مني؟ مش زعلانه. امال مبوزه ليه؟ غصب عني يا ولاء، ليه كدبت عليا؟ انا مصدقك انك رحت عند نوال، لكن انا مره تقولي لي. حاضر. ما تخبيش عليا، لو عرفت انك خبيت عليا هزعل قوي. حاضر. انا خايفه، حاسه اني بعمل حاجه غلط. مش ممكن بابا يسامحني، مش عارفه اعمل ايه، اتصرف ازاي. اسمعي يا ولاء، باباك لازم يعرف الحقيقه. يا خبر، انت اتجننت؟ ده بابا كان يموتني. اي اب يفرح لما يعرف ان بنته بتحب، خصوصا اذا كان اللي بيحبها ده عايز يتجوزها. ايوه يا ولاء، هقابله وهقول له اننا بنحب بعض. لا ارجوك ما تقولوش ان احنا نتقابل، قول له مثلا شفتني عند نوال صاحبتي. حاضر، حاضر. الخطوبة الأسبوع الجاي. طب باي باي بقى. في واحد عايز يقابل سيادتك. صعب الواحد يتكلم في الحاجات دي بصراحة. يا فندم أنا طالب القرب منك في بنت سعادتك.
برا برا برا. تعالي هنا. عندنا نوال صاحبتي. انت كدابة، انت تعرفيه من زمان. لا، كنت بتقابليني ورايا مخبية عليا، كنت مستخفيني. ابدا يا بابا، ما حصلش ما حصلش. لو شفتيه مرة تانية انا حكيت. رؤوف رؤوف عمتي. بس يا حبيبتي ما تزعليش، انا من حقي اني احب، ومن حقي اختار الانسان اللي بحبه. وما لقيتيش غير صفوة الشرباجي ده اللي تحبيه؟ ماله بس صفوت؟ بابا حضرتك طول عمرك صريح معايا، اقدر اعرف ايه اللي مضايقك من صفوت؟ مش عايزك تجيبي سيرته بعد النهارده. هو حد قالك عنه حاجه يا بابا؟ ومش عايزك تقابليه بعد كده، فاهمه؟ يا بابا ده انسان طيب وفي منتهى الاخلاق، وانا واثقه منه. اخلاق؟ هو اللي زيه عنده اخلاق؟ ما هو يا بابا انا لازم اعرف، لازم تقولي. انت عارفه ده يبقى مين؟ ده ابن الراجل اللي حطم حياتي، اللي حرمني من السعاده. كانت املي اللي عايش عليه، اللي بكافح عشانه. ومن اليوم ده حسيت اني عايش من غير امل، وبقت حياتي في نظري ملهاش اي اهميه. عايش لمين؟ رؤوف. ليه كده يا رؤوف؟ ولاء ولاء رايح فين؟ تعالي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا مش بنتك. انت ايه؟ اكتر من بنتي، انت كل شيء بالنسبه لي. انا بنتي مين؟ تعالي. دلوقتي ليك حريه الاختيار، اتصرفي زي ما انت عايزه. انا عمري ما هكون عقبه في سبيل سعادتك. مش ممكن انسى الايام الحلوه اللي كنت فيها من حياتي. صدقيني صدقيني يا ولاء. كابوس، مش عارفة اعمل ايه. نتجوز يا ولاء، نتجوز. احنا بنحب بعض ومفيش قوة في الدنيا تقدر تفرقنا. واسيبه؟ اسيب الانسان اللي رباني وهب لي حياته؟ ما تنساش اني مديونة ليه بكل شيء. لكن انا ذنبي ايه؟ صفوت، ارجوك تقدر موقفي، انا بتعذب. أنا بحبك بس ما أقدرش. يعني نفترق؟ أشوف وشك بخير.
خلاص يا بابا، كل شيء انتهى بيني وبين صفا زي ما انت عايز. ريم انا عايزك. مبروك يا عادل، عمك رؤوف وافق. وحياه النبي، وحياه النبي. الله الله الله، انا اتجوز ولا يا بابا؟ مش معقول، انا مش مصدق نفسي. ما تقع يا ولد، انت هتتجنن. يعني اخيرا حست بيا، هتجوز ولا يا بابا؟ هتجوز ولا هتجوز ولا؟ ايوه ولا، وابو ولا اذا كنت عايز. لا ابو ولا لا. بس امتى؟ انا لازم اسافر الجبهه، هسلم نفسي الجمعه بالليل. انا قلت لعمك رؤوف كده، لكن صمم انك تتجوزها قبل ما تسافر. مش معقول يا بابا. سيادتك يا فندم، ممكن تقولها لي كمان مره؟ يوم الخميس فرحك وتسافر يوم الجمعه وانت مطمن ان ولاء بقت مراتك. انصراف. معتبراني اخ وصاحب، وانا طول عمري بحبك ومش هخليكي تندمي ابدا انك اتجوزتيني. انت طول عمرك بالنسبه لي امل وحلم اتحقق. اوعدك اني احافظ عليه. عارفه عارفه، لو مت بكره مش هيهمني، لاني هعتبر نفسي عشت اللي دي. عادل دموع في ليلة فرحك يا عادل، أرجوك. ولا أنا مش مستعجل. صباحيا مبارك يا عريس، سبع ولا طبع، باين عليك طلعت قطة. معلش الجولة الجاية ولا هتقعد عندي لغاية عادل ما يرجع. معلش يا عمي، أنا عايز أقعد عند بابا. ما تتكلم يا عادل. والله هنا وهنا واحد، اللي هي عايزاه أنا موافق عليه. اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ممكن سيادتك يا فندم بس لغايه انشاص؟ لا اتفضل. انا يا فندم الملازم عادل ابراهيم. اهلا وسهلا يا عادل. يا ترى من اي كتيب؟ انا يا فندم لسه منضم على الكتيبه اولى صاعقه. انت تعرف كتيبتك فين يا عادل؟ والله يا فندم انا اعرف انها في انشاص. الظاهر انك اول مره تروح الكتيب. تمام يا فندم. طب انا هوصلك. متشكر يا فندم.
ادله على السلامه يا فندم. الله يسلمك. ان شاء الله اخبار مصر تكون تمام. تمام يا مجدي. عادل. ايه يا فندم. اتفضل. حاضر يا فندم. اقدم لكم ضيف جديد، ملازم عادل ابراهيم. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. ان شاء الله تحس انك بين اخوانك. متشكر يا فندم. اتفضل مع مجدي. حاضر يا فندم. اتفضل. متشكر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. ان شاء الله تكون بداية طيبة هنا لحياتك العسكرية. ان شاء الله يا فندم. على كل حال انت بختك كويس. احنا بيحسدونا ان قائدنا سيادة الرائد صفد الشربجي. اتفضل. متشكر يا فندم. معاك يا مصطفى. وانا تحت امرك يا فندم. طب بس ما تخلص اللي في ايدك. حاضر. اتفضل سيادتك يا فندم. انا احب العب شطرنج. الشطرنج يا فندم بيعتمد على الذكاء. الشطرنج فيه المفاجأة، والمفاجأة عنصر اساسي في الساق. سيادتك تمام يا فندم. تحرك الحصان وتكش الملك توصل لهدفك. احنا يا فندم عايزين نكش العدو. استنينا كتير والرجاله جاهزه. قريب يا عادل. قريب قوي. Thank you.
يا رجاله. اتفضل اقعد. انا ليه طار معاك يا مصطفى؟ وانا تحت امرك يا فندم. طب بس ما تخلص اللي في ايدك. حاضر. اتفضل سيادتك يا فندم. انا احب العب شطرنج. الشطرنج يا فندم بيعتمد على الذكاء. الشطرنج فيه المفاجاه، والمفاجاه عنصر اساسي في الساق. سيادتك تمام يا فندم. تحرك الحصان وتكش الملك توصل لهدفك. احنا يا فندم عايزين نكش العدو. استنينا كتير والرجاله جاهزه. قريب يا عادل، قريب قوي. معانا بنفسك يا فندم. كلمة وتسرح سنة.
ولا حاجة. أصل سيادتك فندم يا ترى من وحشك بسرعة. أصل يا فندم أنا لسه عريس جديد. سيادتك فندم متصور أنا سلمت نفسي للكتيبة يوم الصباحية. معلش كل يهون. يهون يا فندم. طيب ما عطلكش. ايه يا رجاله؟ ايه اخبار طول؟ تمام يا فندم. تمام يا فندم. اسمع يا مجدي. ايوه يا فندم. اول مأمورية لمصر ابعت فيها الملازم عادل ابراهيم. يا فندم ده ما بلوش هنا اسبوع. معلش احنا خطفناه من مراته يوم الصباحيه. امرك يا فندم. ابسط يا عم، نازل مصر بعد يومين. مصر؟ مش معقول يا فندم. بركة في سيادة القائد، وضبها لك وكله تمام. متشكر يا فندم. تمام يا فندم الطابور. يومين عسل كويسين. متشكر يا فندم. ستك عقبالك يا فندم. اليمين دور. خطوة سريعة مارش. امال سواء فين؟ بيمضي الترتيح يا فندم وجاي حالا. طب استعجلوا من فضلك. سيادة القائد عايزك. عايز نانا يا فندم؟ أوامر بإلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى. اللي تؤمر بيه سيادتك يا فندم. معلش أول فرصة أوعدك أنزلك مصر. أي أوامر يا فندم؟ متشكر. ألو. أيوة إبراهيم. بتقول إيه؟ الحرب قامت؟ طيب عن اذنك. قام العدو في الساعه الواحده والنصف بعد ظهر اليوم بمهاجمه قواتنا بمنطقتي الزعفران والسخنه في خليج السويس بواسطه عده تشكيلات من قواته الجويه عندما كانت بعض زوارقه البحريه تقترب من الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيره. وهنا القاهره، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المواطنون، جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 2، وهذا نصه: ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا، تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية
بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة وهنا القاهرة. مش معقول، مش معقول. ولاء، ولاء، عبرنا القناة يا ولاء. اقري ورفعنا العلم يا بابا. الحمد لله، الحمد لله. كان لازم ده يحصل. خلي العالم يصحى شوية. حاولنا بالسياسة تشوف حل، محدش كان بيسمعنا أبدا. دلوقتي هيسمعوا صوتنا لأننا بقينا في مركز القوة. ده أنا لازم أوزع الشربات. شربات إيه بس يا عم أمين؟ إحنا لازم نعمل حاجة. هنعمل إيه يا ولاء؟ قوليلي. دي اللحظة اللي بلدنا محتاجة فيها كل إيد، كل عرق، كل نقطة دم. تمام يا فندم. أي أوامر سيادتك؟ عادل، العدو بدأ في تدعيم قواته غرب القناة ودفع بعنصر مدرع منتظر مروره من على الكوبري ده في اتجاه الإسماعيلية. أوامر القيادة نمنع مروره مهما كان الثمن. عادل، جهز مجموعتك، العدو لا يمكن يقرب الإسماعيلية. ما يدخلوهاش إلا على جثثنا يا فندم. ربنا معانا. الله أكبر، الله أكبر. الآن؟ بالعكس يا فندم، بس ما كنتش متصور إن احنا هنحارب ولا العدو كمان. الأربع أيام اللي فاتوا خسروا أكبر خسائرهم، مغامرة فاشلة دخولهم الدفرسوار، محاولة لتغطية فشلهم، نجاح العبور وروع التنفيذ ولسه رابكهم. بس الثغرة دي يا فندم احنا نقدر نقضي عليها في ساعات. اتقل عريس، اتقل. الحرب فيها المفاجأة وفيها الصبر. دي مصيادة دخلوها برجليهم عشاننا، عشان الصاعقة تشوف شغلها. إن شاء الله يا فندم بعد الحرب هعمل فرح، فرح كبير، فرح النصر وفرحي. هعزم سيادتك طبعا والكتيبة كلها. إن شاء الله يا عادل. بس سيادتك بقى يا فندم تبقى تشوف لنا كم مأمورية ننزل فيهم مصر يعوضوا اليومين اللي طاروا. هما الجماعة لوحديهم ولا مع العيلة؟ والدها موجود ووالدي انا كمان، اصلنا نعرف بعض عائليا من زمان. دي هي قصة حب بقى. 16 سنة. 16 سنة من غير عقبات ولا اعتراضات عائلية ولا مشاكل من اللي بتصادف اي اتنين عايزين يتجوزوا؟ ابدا يا فندم، بس انا ما كنتش قادر اوصل لقلبها او اوصل لها مشاعري الحقيقية. اصلها كانت بتعتبرني زي اخوها. أنا كمان كان زماني بقيت عريس زيك. عقبات عائلية يا فندم؟ كانت أجمل وأرقى بنت صادفتها في حياتي. قصة حب برضه.
كنا جيران، لكن ابوها رؤوف بيه ربنا يسامحه وقف في طريقنا. البنت ما قدرتش تعرضه وافترقنا، ولحد النهارده ولاء دايما جوايا. وحده التنفيذ تقدم. قواد المجاميع خد مكانك. تعامل مع المدرعة الأخيرة.
مش معقول. سيادتك كسبني انت يا فندم. عادل مش ممكن. قوم معايا. احنا حاربنا من اجل السلام، حاربنا من اجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. ازاي الحال يا كابتن صف؟ الحمد لله فوزية. وحياتك لو سمحت تساعديني عشان اطلع شوية في الجنينة. حاضر. كويس هنا؟ كويس يا فوزية. العفو يا كابتن. احنا كلنا متطوعين لخدمة الابطال اللي زيك. عزمك على الشاي، عندك مانع؟ بالعكس، أكون سعيد جدا. نفسي أسأل حضرتك شوية أسئلة محيراني، بس أرجوك تعذرني. أوي أوي، اتفضلي. ليه دايماً قاعد لوحدك؟ وما بتقعدش مع الظباط تتسلى؟ أنا أحب الهدوء، وأحب أعيش مع ذكرياتي. ذكرياتك؟ طب مين هي ولاء؟ ومين هو عادل؟ اللي كنت بتردد اسمهم طول ما انت في البنك. ولاء. دي واحده قريبتي. طب وعادل؟ ده واحد صاحبي. لا حضرتك بتخبي، ده انت اول ما فوق سالت عليه واطمنت على صحته، ومع ذلك مصمم انك ما تقابلوش وما تعرفوش انك هنا. ارجوك يا فوزيه دخليني جوه. حاضر يا ولا. أنا عايز أسألك سؤال بس
تجاوبيني عليه بصراحة. طبعا يا عادل. انتي كنت تعرفي. اعرف ايه؟ قصدي تعرفي اني انا؟ ابدا عادل، انا مضطر اسيبك عشان امر على زملائك اديهم الهدايا. اتفضل. مش هتيجي تاني؟ هاجي. على سلامتك يا كابتن. الله يسلمك. طلبة المعهد العالي للموسيقى العربية جايين يباركوا ويهنوا ويرجوا انك تقبل الهدية المتواضعة دي. انتي نوال سعيد. اهلا وسهلا. ازيك؟ وازاي؟ ايه يا كابتن؟ انت تعرفني ولا ايه؟ طبعا. قصدي كنت بحضر حفلات المعهد. ولازم عجبك صوتي. حاكم صوتي في التواشيح يجنن. تحب اسمعك حاجة؟ انتوا كلكم هنا؟ كلنا مين؟ الطالبات؟ جزء مننا، اصل احنا موزعين نفسنا على المستشفيات، وانت كنت من نصيبي. متشكر. عن اذنك، وان شاء الله هنيجي نزورك. يجنن ولا كلارك جيبل. تصوري كنت ناوي اطلب ايده واتجوزه. لا وتعمليها. مبروك والف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قائد المستشفى صرح لحضرتك باسبوعين اجازه مرضيه وقال لي اسلم لسيادتك الجواب ده. متشكر يا فوزيه. العفو. ادخل. اهلا يا فندم. اهلا اهلا. اهلا يا عادل. اهلا يا فندم، فرصه سعيده قوي. ليا حظ اشوف سيادتك قبل ما اخرج. وانا كمان. حمد لله على السلامه يا عادل. الله يسلمك. الحقيقه اول ما وقف اطلاق النار واتفتحت الاجازات حبيت اجي اطمن عليك انت وصفوت. سيادة الرائد صفوت الشرباجي؟ ايوه. هو فين يا فندم وماله؟ الله، انت ما تعرفش ولا ايه؟ تأخرت عليك شوية، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه؟ لا مفيش. فوزية. نعم. فين أوضة الرائد صفوت الشرباجي؟ اهي يا فندم. متشكر. نعم. مش متصور ان ولاء بتحب عادل للدرجه دي. دي كانت قلقانة عليه قوي وهو في المستشفى. اهلا اهلا بعروستنا الاموره. طبعا يا ست مين قدك؟
ازيك يا عم ابراهيم؟ الحمد لله. البطل هيشرف. اهلا بالبطل. اهلا يا عم. الحمد لله على السلامة يا عادل. الله يسلمك. بذمتك يا ابراهيم، انت مش فرحان وفخور بعادل؟ مالكم ساكتين كده ليه؟ في حاجة عايز تقولها يا عادل؟ الحقيقة يا عم انا ليا طلب عند حضرتك. كل طلباتك مجابة. أمر يا بطل. أرجوك يا عمي تعتبر إن جوازي من ولاء كأنه ما حصلش. الجوازة دي غلط. تمت بسرعة قبل ما أتأكد تماما من شعوري ناحيتها. ولاء أخت ليا وهتفضل طول عمرها كده. ربنا يوفقك. عجبك كلام الولد المجنون ده؟ طب اقعد بس واهدى. ايه الحكايه؟ عادل عملت كده ليه؟ أنا عرفت كل حاجة. أيوة بس إحنا مرتبطين ببعض زي الإخوات. للأسف ساعات الواحد عاطفه بتخليه يفكر في نفسه بس، مش في اللي فعلا بيحبه. بس أنا اتغيرت. الحرب غيرتني، علمتني حاجات كتير. علمتني إن السعادة الحقيقية الواحد يشوفها في عينين اللي حواليه مش في نفسه، وإن الحب الحقيقي هو العطاء مش الأخذ. أنا شفت ناس بتموت وتضحي عشان غيرهم يعيش. الحرب كبرتني يا ولاء، وكبرت مشاعري للبلد وليكي كمان. خليتني أشوف الأمور على حقيقتها مش بس من وجهة نظري. أنت طول عمرك كنت أخت وهتفضلي كده، وأكتر من أخت كمان. يمكن بعد الحرب ما تخلص يكون حظي كويس واعرف الحب الحقيقي الصادق زي ما صفوة تعرفه معاكي. عادل انت عظيم. لازم الانسان يكون صادق مع نفسه. مفيش جواز ناجح يحبني على حب من طرف واحد. اشكرك. صفوة محتاج لك اكتر مني، وانت اجمل هديه قدمها له. في عداله بتقول كده؟ اب ارتكب جريمه تقوم تحاكم ابنه؟ ولا ذنبها ايه تهدم سعادتها؟ مش دي اللي كانت كل شيء في حياتك؟ امال كنت عايزني اعمل ايه؟ اجوزها لابن عدوي؟ عدوك انتهى مات، لكن اصبح لك عدو جديد. انت انت عدو نفسك. الحقد مالي قلبك. الناس اتغيرت خلاص يا رؤوف، ما بقاش في قلوبها مكان للكراهيه. ابراهيم كفايه، انا ما اسمحلكش تعدى حدودك. انا بتكلم بحكم الصداقه اللي بينا. الصداقه برضو ليها حدود. من امتى؟ من دلوقتي. معاك حق، وانا من رايي إن مفيش صداقة بينا. بس لازم تعرف إن صفوت فقد رجله وهو بيدافع عني وعنك. في واحدة عاوزاك. واحدة؟ مين؟ اسمها ولاء. ايوه يا فندم. طب ساعدني. حاضر يا فندم. على مهلك. شيل دول. حاضر. خبيهم.
خليها تتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. صفوت. الحمد لله على السلامة. أنا كنت قلقان عليك أوي ودايما بسأل عنك. ده أنا كنت حاجة لأني مش عارفة حاجة عنك. ولما شفت الشبابيك مفتوحة قلبي حس إنك هنا. ازيك يا ولاء؟ أنا كويسة. ازيك أنت؟ دلوقتي صدقت الكلام اللي كنت بتقولهولي إننا هنحارب وهنحقق النصر. أنا سعيدة بيك يا صفوت. عندي كلام كتير عايز أقولهولك. صفوت أنا بقيت ملكك. خلاص بقيت ملكك. ولاء أرجوك تنسي اللي كان بينا. أنسى؟ إزاي؟ أنت بتقول إيه يا صفوت؟ ده أنا عايشة على الأمل ده، ولولا الأمل ده ما كانش حياتي معنى، وجاي تقول لي أنسى؟ أنا ما بنكرش إن كان بيني وبينك حب، لكن خلاص أنت مش ممكن، مش ممكن. لازم تفهمي إني نسيتك، وما بقالكيش في قلبي مكان. أنت بتكذب على نفسك. قابلت صفوت؟ لسه بتحبيه؟ انا غلطت في حقكم، ولا انا ما عنديش مانع انك تتجوزه، بس هو عنده مانع يا بابا. قصدك ايه؟ مبقاش قلبه مكان ليا، نسيني وطلب مني انساه. لا يا ولاء، صفوت محتاج لك اكتر من اي وقت تاني. انت لازم تبقي جنبه، خصوصا بعد ما فقد رجله. رجله؟ من مطرح وانا بتكلم معاه. ده كان مسنود على الكرسي. صفوت روحي له ولا وصرحي انك عارفه وراضيه بيه. باب تعالوا ويشوا معايا، انا قلبي وبيتي مفتوح لكم. بابا ربنا يخليك ليا. التاكسي موجود يا فندم. لسه ماشي حالا بتاكسي يا فندم. أنا فخورة بيك وحضر فخورة بيك طول عمري.
بتسند عليا يا حبيبي، لاني دايما هكون جنبك.